مشاهدينا مكملين في آخر محطة لنهار اليوم، واللي هي ختام هذه الحلقة مع مدام عمري اللي جات نورتنا بإطلالتها المتميزة اليوم. نذكر فقط الجمهور اللي يشاهد فينا الآن على الموعد اللي راح يكون لو 4 فيفريي. لو 4 وي إن شاء الله راح نكونوا إن شاء الله بور لا جورني مونديال دو كونسير. ما نعطيش دوك بور لو مومون لو ليو، مي إن شاء الله سا فا إتر سور نوت باج فيسبوك اللي هي بروفيل أكاديمي. أوكي. فوالا، أون فا دوني توت لي زانفورماسيون أوتيل بور إن شاء الله الجمهور. Il était bien à fond nos événements artistiques. Le 21, inchallah, l'Orchestre Philharmonique et l'Opéra d'Alger et la Fondation Abdelkrim Dehli sur la commémoration de la mort de M. Abdelkrim Dehli. Et aussi, inchallah, nous roule à Florence normalement pour notre participation comme chaque année. Bravo, Ali, qui a été exact, nous retiens à Bitlaltek. Le chef Mustafa Rahi, il a été en Askar, donc il a été en Askar. ودنا في شويه مرقه دونك تسقيلها برك ذوق. نعم ايه بيان سور لازم تاكلي. حنا ضيفنا كيجي لازم ياكل ولازم يذوق. اكرام الضيف لازم. يعطيك الصحه نورتينا باطلالتك. اذا مشاهدينا انا نقول لكم تبقوا على خير، ان شاء الله تكونوا حبيتوا كل محطاتنا وفقراتنا نهار اليوم. شكرا. اضرب لكم موعد غدا بحول الله.